راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 13 من شهر 1 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. استمرار الانتهاكات والاعتداءات في قرى بليل بولاية جنوب دارفور ومواكب في الخرطوم وأم درمان لإسقاط الانقلاب. مؤتمر إزالة التمكين ينهي أعماله بقرارات وتوصيات مهمة، والكتلة الديمقراطية تعلن انضمام تحالف مزارعي القطاع المطري إلى صفوفها. تبرئة المتهمين بقتل الشهيدة مريم في عطبرة وسط استياء واسع وقتل ونهب في سلف عمرة وإصابة 4 في انفجار عربة تانكر بنيالة. تعطيل الدراسة في ولايتي غرب وشمال كردفان بسبب إضراب المعلمين وانضمام كونفدرالية المجتمع المدني إلى حملة مناصرة محتجزي غرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشف مواطنون في محلية بليل بولاية جنوب دارفور عن استمرار الانتهاكات وحشاشة الوضع الأمني في المنطقة على الرغم من توقيع وقف العدائيات بين المكونات القبلية. وقالت نعمات وهي قيادية نسوية في المنطقة لراديو دبنجا أن الميليشيات هاجمت 3 نساء من قرية أموري أثناء عقد والي جنوب دارفور وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية اجتماعا بالمنطقة في وجود قوات من الجيش والشرطة والدعم السريع. وأوضحت أن القوات لم تتحرك للتصدي للميليشيات على الرغم من إبلاغها بما جرى. وقالت أن الميليشيات ما زالت تمارس انتهاكات ضد المواطنين العزل وتنتشر في مزارع المواطنين وفي الطرقات، وأضافت في هذا الخصوص: يعني في 3 امرأة صلوا في منطقة قريبة جدا أقل من 1 كيلومتر، فتم مداحمتهم من قبل هؤلاء المتفلسين ومداحمتهم، فنساء فروا حاربين إلى منطقة الإيواء بتاعه وهي قرية أموري، مع أنه في مجموعة بتاع القوات موجودة في ذلك المنطقة. وفي الشأن الإنساني كشفت نعمات أن تهريب المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قرى محلية بليل ضمن القوافل الأخيرة إلى مدينة نيالة ومناطق أخرى. وأشارت في حديث إلى راديو دبنجا إلى عدم توزيع المساعدات للمتضررين بطريقة عادلة، مبينة أنها لم تصل الكثير من المتضررين. وقالت أن المدير التنفيذي كون لجنة لتقديم المساعدات، وهذه اللجنة لا تضم أحدا من المتضررين. وطالبت الخيرين الذين قاموا بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بإيصال المساعدات بأنفسهم لهم. وأضافت في هذا الخصوص: هذه المساعدات لم يتم توزيعها توزيعا عادلا بالنسبة للمستفيدين، بل إنما إذا المساعدات تم تحريبها ليلا إلى مدينة نيالة وإلى مجموعة من الاتجاهات الأخرى، وكان مدينة نيالة ومدينة نيالة من قبل أعفاء النفوذ، ودي حقائق بجد نحن نثبتها. سيرت لجان المقاومة مواكب في الخرطوم وأم درمان للمطالبة بإسقاط الانقلاب وتحسين معاش الناس، وتنديدا باختطاف واغتصاب ابنة عضو لجنة إزالة التمكين. وقال المتظاهرون من أم درمان لراديو دبنج أن الموكب يرفع شعار معاش الناس تنديدا بالارتفاع الكبير في أسعار السلع وزيادة الرسوم الدراسية، وأشاروا إلى إضرابات تنتظم صفوف المعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين في ديوان الضرائب، وأعلنوا تضامنهم مع الإضرابات المعلنة. وفي الخرطوم نظمت لجان المقاومة موكبا إلى شارع 60 تنديدا باختطاف واغتصاب ابنة عضو لجنة إزالة التمكين. وأضافوا في هذا الخصوص: تنسيق 40 والفيل والموردة والعرضة لجان مقاومة العرضة. والله الموكب ظريف وجميل ومعبر، وكون أنه نرجع لنفس الطريقة القديمة اللي بدأت بها السوار في بداية قبل 4 سنوات، اللي هو الناس ترجع لسوق أم درمان وترجع لسوق الشعبي وسوق ليبيا، نرجع تحرك الطبقة الصامتة داخل الأسواق.
أنهى مؤتمر تجديد إزالة التمكين يوم الخميس أعماله بعد انعقاد دام 4 أيام وخلص إلى قرارات وتوصيات مهمة. وناقش المؤتمر عدد من أوراق العمل تتعلق بتقييم أعمال اللجنة والتمكين في جميع المؤسسات. وتناول المؤتمر عدد من الأوراق حول تجربة إزالة التمكين في عدد من الدول. وناقشت مجموعة العمل الخاصة إزالة التمكين في عدد من القطاعات من بينها القطاعات ذات الطبع الخاصة. أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية يوم الخميس انضمام تحالف مزارعي المشاريع الزراعية المروية إلى صفوفها. وقال عمر عثمان القيادي في الكتلة الديمقراطية في مؤتمر صحفي، قال أن تحالف المزارعين يعتبر كيانا مهما وينتشر في جميع أرجاء السودان، ووجه انتقادات حادة إلى الاتفاق الإطاري، مشير إلى أنه لا يمثل قضايا المواطنين. وقال أن الاتفاق ينتهك سيادة مؤسسات العدالة ويعمل على تفكيك المؤسسة العدلية، وأعلن رفضه إلغاء بنود في اتفاق سلم جوبا أو مراجعته، وأكد أن الكتلة الديمقراطية لا تمثل اتجاه جغرافي معين. وأضاف في هذا الخصوص: الذين لمسوا في هذه الكتلة بأنها تخاطب قضاياهم الزراعية المختلفة، وأنهم لمسوا حقيقة مصداقية هذه الكتلة الديمقراطية في قياداتها المختلفة، فأننا نريد أن نجمع أهل السودان على كلمة سواء، وأننا نريد أن نجمع الصف الوطني الحقيقي الذي يفضي إلى استقرار حقيقي ويفضي إلى وضع انتقالي حقيقي. قتل المواطن بمنطقة عمار جديد بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنغ أن القتيل قتل برصاص أحد أقاربه على خلفية اتهامات بممارسة السرقة. من جهة أخرى تعرض ركاب بين سرف عمرة وبيركا سايرة بشمال دارفور إلى عملية نهب مسلح من قبل 30 مسلحا يستقلون موتر يوم الأربعاء. كشف النازحون بمعسكرات ميرشين بولاية جنوب دارفور عن دعوة لجنة أمن المحلية لاجتماع لجميع إدارات القبائل يوم الاثنين للوقوف على أسباب انتشار النهب والانتهاكات في أماكن الاحتطاب. وقال أحد قيادات معسكر ميرشين للنازحين لراديو دبنغا أنهم يرحبون بالاجتماع، وأعرب عن عملهم في أن يتوصل لحلول حقيقية ووقف الانتهاكات المستمرة، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا في الانتهاكات وأعمال النهب للنازحين أثناء خروجهم للاحتطاب. وأضاف في هذا الخصوص: لحد يوم الاثنين المقبل إنه راح يجيب النازل وبعد ذلك نجي نشوفه الدفتر من الأتجاه الشروق. والحمد لله أنا دائما بشكر الحكومة وفي ضد الخطوة اللي هو بعينبو، ونتمنى أن دائما الحكومة المركزية أن يكون تجيش مع الحكومة المحلية لتلغي المشاكل المتكررة دوما تجيبه مع المواطن هو يكون ماسك. أوصى اجتماع المدراء التنفيذيين الثامن الذي عقد بمحلية كبكابية بإنشاء محاكم تابعة للإدارة الأهلية بجانب محكمة الأسرة والطفل وزيادة أفراد الشرطة المجتمعية. وطالب الاجتماع بتوزيع قوات حفظ الأمن بدارفور باعتبارها جهات متخصصة في نزع السلاح وإعادة الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، بالإضافة إلى جمع المواتر، وذلك من خلال إعداد حملات لجمع وحرقها. أصيب 4 أشخاص أحدهم في حالة حرجة بسبب انفجار تانكر وقود معبأ بالبنزين في المنطقة الصناعية نيالا أثناء إجراء عملية لحام. وقال آدم عبدالله بخيت وهو شاهد عيان بالمنطقة الصناعية أنهم سمعوا دوي صوت هائل بسبب الانفجار، وبين أنه تسبب في تحطم عدد من السيارات، وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفى نيالا. وأضاف في هذا الخصوص: حادث انفجار تانكر بتاع وقود بتاع بنزين تقريبا، فما أعتقد جابوه الورشة يلحموه معانا في المنطقة الصناعية واتفجر، حتى الحديد المجدد تحديد الفواصل الداخل التانكر ده بيجوه مفصل كله بعد متر فيه فاصل، كله بعد مترين فيه فاصل، اتفجر وفتح الغطاء الوراء. أعلنت هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور انضمام كونفدرالية منظمات المجتمع المدني لحملة مناصرة محتجزي ولاية غرب دارفور المضربين عن الطعام بسجن بورت سودان ومحتجزي ولاية غرب دارفور بسجن أردمتة. وأشادت الهيئة في بيان بانضمام الكونفدرالية لحملة المناصرة، مبينة أن 95 محتجز بسجن بورت سودان من محتجزي ولاية غرب دارفور يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام نتيجة لإهدار حقوقهم القانونية والدستورية، كما منعت إدارة سجن بورت سودان مقابلتهم وحرمتهم من محيطهم الخارجي.
شب حريق بقرية أنتكين التابعة لمحلية كتيلة بجنوب دارفور قضى على 4 منازل، وقال شهود أن الحريق الذي اندلع الأربعاء قضى كذلك على المحاصيل مثل الفول والذرة والسمسم التي تقدر بحسب المتضررين بأكثر من 4 مليون جنيه، وطالب المواطنون حكومة المحلية التدخل لتوفير مأوى للأسر التي فقدت كل شيء وأصبحوا في العراء. أعلنت ولايتا شمال وغرب كردفان تعطيل الدراسة في الفترة من الأحد المقبل حتى 29 من شهر 1 الجاري ليرتفع عدد الولايات التي أعلنت عطلة إلى 7 ولايات وإقليم النيل الأزرق. ويأتي إعلان العطلات في الولايات بسبب إضراب المعلمين الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري. واعتبرت لجنة المعلمين السودانيين إعلان الولايات لعطلات جاء بسبب إضراب المعلمين، وقالت أنها على استعداد لدعم قرار العطلات لو كان الهدف منه إيجاد حلول حقيقية لمشكلات التعليم، ولكنها أكدت في الوقت نفسه وقوفها ضد العطلات لو كان الهدف منها تفتيت وحدة المعلمين، محذرة من أن تؤدي الخطوة للإطاحة بالعام الدراسي. نفذ معلمو القضارف يوم الخميس موكبا إلى وزارة التربية والتعليم للمطالبة بإقالة مدير عام وزارة التعليم وتحسين الأجور، وطالب المعلمون المشاركون في الموكب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 69,000 جنيه، وحملوا لافتات تطالب بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين، كما تضامنت مع المواكب عدد من القطاعات. وأدان الموكب النقل التعسفي لإدارات التعليم وتهديد المعلمين المضربين بالنقل، وكانت الوزارة بدأت امتحانات في مدارس بلدية القضارف في تحدي لإضراب المعلمين. وأضاف معلمون في هذا الخصوص: كشف مواطنون من منطقة إيز بمحلية حلاي بولاية البحر الأحمر عن انسحاب معدنين وقوة عسكرية مرافقة يوم الأربعاء بعد حشود من المواطنين لأيام. وقال إبراهيم منصور وهو أحد شباب المنطقة أن انسحاب المعدنين أدى إلى عودة الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها، وأشار إلى وصول المئات من أبناء المنطقة وسط مناصرة من عدد من القبائل. أصدرت محكمة عطبرة يوم الخميس حكما ببراءة 4 متهمين من جهاز المخابرات في قضية مقتل الشهيدة مريم قبل 3 أعوام في انطلاق ثورة ديسمبر. وقالت أخت الشهيدة لراديو دبنجا أنهم أصيبوا بالإحباط بسبب الحكم، مشيرة إلى أن المحكمة لم تعلن خلال الجلسة السابقة أن جلسة الخميس هي جلسة النطق، وأعلنت أن أولياء الدم يعتزمون استئناف الحكم عبر هيئة الدفاع. من جانبها قالت نجود الشلالي لراديو دبنجا أن لجان المقاومة بعبرة نظمت وقفة احتجاجية أمام مباني المحكمة بالتزامن مع الجلسة متمسكين بالقصاص من قتلة الشهداء. وأضافت في هذا الخصوص: ونحن تفاجأنا إنه الليلة يكون اليوم الأخير في الجلسة وينطقوا بالحكم، ليه نحن ما نعرف قبال ما نخش الغاعة إنه الليلة اليوم الأخير؟ ما من حقنا نعرف، من حقنا نعرف إنه الليلة اليوم الأخير على الأقل، يعني حتى هون لو الحكاية لو مطبوخة ولو مرتبة برضو نحن نعرف إنه الليلة اليوم الأخير عشان ما نتفاجأ. حقيقة تفاجأنا يعني. نفذت رابطة كلية الطب بجامعة الخرطوم إضرابا ليوم واحد عن الدراسة يوم الخميس احتجاجا على الرسوم الدراسية الباهظة لطلاب القبول العام الجديد. وقالت الرابطة في بيان أن الخطوة اتخذتها الجمعية العمومية بنسبة تصويت 94%، وأوضحت أن إدارة الجامعة رفضت الحوار وصعدت موقفها بوسائل مجحفة شملت لجان تحقيق وتهديد ووعيد للطلاب الجدد. ويعتبر البيان الخطوة التي اتخذتها الإدارة في عدم التفاتها للطلاب تعنت، مما سيزيد الهوى بينها وبين الطلاب. الخبر الأخير في النشرة: وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس الدورة الحالية للإيجاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الخميس إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وكان في استقباله بمطار جوبا الدولي رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميار ديت،
وسيجري رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الفاكير ميار ديت تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بجانب تطورات العملية السياسية في السودان. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.